السلام عليكم، زوينه ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم. كنرحب بكم كاملين عندي في القناه ديالي مع ايمان، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. كنتمنى اختي لك انت كتشوفي القناه ديالي لاول مره تشتركي في القناه وتضغطي على الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالي. وبلا ما نطول عليكم، اليوم البنات جبت لكم وصفه لتنحيف البطن او الكرش. ندخلوا الكريشه او نحفوها ونردوها كيف ما كانت عاديه من قبل، ولكن راه خاصكم تتبعوا معايا الفيديو كامل مزيان باش تفهموه مزيان. يلا نبداو بسم الله. عندي هنايا خديت واحد الكاسرونه ودرت فيها واحد لتر ديال الماء، غادي نوضع فيه واحد الكميه ديال الكمون. كمون اللي كيكون من طبيعه الحال منقي مزيان. غادي ندير واحد المعلقه كبيره في هذا اللتر ديال الماء، وغادي نضيف عليه واحد نص حامضه او الليمون الحامض. وعلى الخليط، وغادي نضيف واحد القطعه متوسطه ديال الزنجبيل. من الاحسن البنات تعملوا هذا الزنجبيل الاخضر حيتاش عنده منافع كثيره للجسم ديالنا. غادي ناخذ واحد الحكاكه، غادي نحكوا هذا الطريف ديال الزنجبيل في الحكاكه الغليظه. صدقوني البنات راها وصفه رائعه ومذهله، تلقاو عليها النتيجه 100% لانني مجرباها. المهم هذه هي الكميه الثانيه اللي غادي ندير. المهم غتبان لكم انا بانت لي النتيجه غير في اسبوع، في اسبوع غادي تلقاو علي النتيجه باذن الله. ودابا غادي ناخذوا الكاسرونه غادي نديروها فوق النار لمده 5 ديال الدقائق، وبشرط نغطيو عليها باش هذوك الزيوت اللي في الاعشاب ديالنا يعني ملي كتصاعد وكتعاود تهبط لينا كتكون فيها واحد المنفعه وفيتامينات، حيتاش زيوت الطياره ديال هاد الاعشاب اللي غادي نستافدو منها. كيف ما قلت لكم خاصنا نغطيو عليها لمده 5 ديال الدقائق. خليو الكاسرونه وهي عريانه على النار، وملي نطفيو عليها النار نخليوها وهي مغطيه لمده 15 دقيقه اخرى. بعد ما طفينا عليها العافيه نخليوها يعني حتى يطلقوا لنا المكونات كاملين في بعضياتهم، ونصفيها ونشربوا كاس مع الصباح قبل الفطور على الريق، وكاس من وراء العشاء يعني مرتين في النهار او جوج المرات في اليوم حتى ثلاثه المرات. من الاحسن تاخذوه ثلاثه المرات في اليوم حتى كتشوفوا النتيجه، لانني كيف ما قلت لكم راني جربته ولقيت عليه نتيجه لي زوينه، وقلت علاش لا لما نشاركوش مع الاخوات ديالي. اني غادي تخليوه مده ديال 15 دقيقه وهو كيرتاح، غادي تاخذوه غادي تصفيوه غادي ديروه في الثلاجه صافي، وتبقاو تشربوا منه حتى يكمل ليكم وتعاودوا عاوتاني توجدوا واحد اخر. بغيت غير نقول للناس اللي عندهم القرحه ديال المعده ما ياخذوش هذا المحلول على معده فارغه، يعني ما ياخذوش على الريق. اللي كضرهم المعده ما ياخذوش على الريق، حيت مع الحامض قاصح ومع الزنجبيل حتى هو ما غاديش يقدروا عليه على الريق. ياخذوا واحد تفاحه قبل واحد نصف ساعه ولا ساعه عادي ياخذوا الوصفه. كيف ما قلت لكم من الاحسن خذوها ثلاثه المرات في اليوم، خذوها مع الصباح ومن وراء العشاء ومن وراء الغداء، والغداء يكون خفيف يعني ما نكتروش الدهنيات. والخبز نقصوا من الخبز حيت الخبز حتى هو راك عارفين حتى هو كيدير لنا الكرش. خذوا واحد طريف ديال الخبز اللي صغير ما تكتروش الخبز. المهم بداو تنقصوا من الخبز باش تكون واحد النتيجه مع هاد الاعشاب، حيت واخا غنديروهم هما بوحدهم وما غنديروش معاهم ما نقصوش معاهم الدهنيات ما نقصوش الخبز ما نقصوش نبقاو ناكلو داكشي اللي كناكلوه، راه ما غادير معانا حتى شي فائده.
حيت خاصنا نقصوا كيف ما قلت لكم من الدهنيات ومن الخبز، وان شاء الله راه غادي تلقاو النتيجه. ضروري ما تلقاو النتيجه هي هذيك. وفي الليل ديروا غير واحد السلطه ولا واحد الشوربه ومعها واحد القطعه ديال اللحم الابيض او حوت مشوي او كيف ما قلت لكم حساء، المهم يكون عشاء اللي خفيف حتى هو، باش ضروري باش نقصوا من الكرش. يعني كيف ما قلت لكم خاصنا نديروا هادشي الكامل اللي قلت لكم خاصو يكون. غير ديروا هاد الوصفه راه غادي تعجبكم وغادي تدعوا معايا، ولكن ضروري ما تداوموا عليها. الا داومتوا عليها راه غادي تشوفوا النتيجه المرضيه باذن الله. وكانت اخواتي هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبتكم كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، قولوا لي فيه شنو دارت معكم هذه الوصفه. كنتمنى كيف ما قلت لكم ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، ونخليكم حبيباتي. بسلام عليكم وتهلاو فراسكم.